اخوتك اختك يعني حافظه كل شيء. والله ذاك اليوم من حب. امي من حبهم ذاك يوم جايب لي القصار نقصه عطيت السله حق امي قلت لها اخذيها ما ادري هو يفتح القواطي او شغله كانت تقوم امي تصور بسنابها ما ادري هذا انا شريته ما ادري شلون استخدمه امي طالعه بسناب قاعده تقول شيء وهي نقصه شنو كتبوا الناس من حبهم ترى مراقبتهم لنا من حب لا ماما سميرة هذا اللي يابلك يا القصار اللي يفتح فيه هذا مو انت شاريته يعني حب الناس ومتابعتهم صعب انك انت تخدعينهم صعب